اهلا بكم من جديد متابعي صباحات السودانيه في كل مكان، وصلنا معكم لاخواتي من هذه الحلقه. وفي ختام هذه الحلقه ضيف مميز جدا، الاستاذه تسنيم النور صاحبه مبادره وموقع 365. الاسم غريب شويه، مرحبا بك في الاول. الله يخليك. الاسم غريب شويه، 365 هو موقع بيختص بانه يوثق للاشياء اللي فيها ابداع من الرسم وما شابه كذا. كلمينا عن المبادره. الموقع اسمه سودان 365. ما 365 سنة؟ نو، سودان 365. طيب. اللي هو تقريبا اسمه بيشرح انه شوي انه هو السودان في 365 يوم. حننزل كل يوم شغل مختلف عن اليوم الثاني، شغل ارت، شغل فني، سواء كان فوتوغرافي، سواء كان ديجيتال ارت، اي حاجة لها دعوة بانه نحن نوصل الشكل الفني للسودانيين، للناس اللي جوا والبرا بحد سواء. يعني هو ابلكيشن، هو ويب سايت وابلكيشن. الويب سايت اوريدي اللي نزل من امبارح اللي هو من يوم 1/1 عشان نتم السنه كلها، والابلكيشن حينزل ان شاء الله لحد يوم 15 كده. صاحب الفكره؟ انا صاحبه الفكره، اللي هي انا تسنيم، ومعي ثاني اثنين، سوزان اختي ونازك زميلتي في الشغل. نحن ثلاثه اللي قمنا به، وعندنا تيم اوريدي شغالين عليه، شغالين عشان نجهز للحاجات الباقيه اللي نحن حنعملها في الموضوع ده. طيب ليه فكرتوا انه في المبادره دي ما مشيتوا الاتجاه الثاني؟ يعني من وين جات الفكره؟ الفكره جات انه اصلا انا خريجه كليه الفنون، فاوريدي نحن جوا الموضوع ده، وأوريدي بتحس إنه في الناس ما كتير بيعرفوا الأرتست. يمكن الفوتوغرافر شوية طلعوا للناس في الفترة اللي فاتت، لكن الأرتست اللي هم اللي بيرسموا، الأرتست الأذر كايند يعني، كلهم ما شديد معروفين، بيعرفوهم الفنانين. يعني أنا كأرتست بعرف زيي، لكن الناس الباقيين العامة كلهم ما كتير. طيب أنتوا بديتوا مبارح؟ بدينا مبارح 1 يناير، ليه 2 يناير؟ يومين اشتغلتوا شنو؟ وثقتوا شنو؟ احنا اصلا فاتحين الويب سايت، فيه فورما انه الناس تنزل لنا الشغل بتاع اللي هي عايزه ينزل في الويب سايت والابلكيشن بتاعنا. فنحن من امبارح نزلنا اول شغل، كان لارتست اسمه محمود، كان هو راسم اسماعيل الازهري. بالنسبه لنا انه يعني انه بما انه راسم اسماعيل الازهري، امبارح كان يوم 1/1، حاولنا انه نحن نربط الموضوع كده مع بعض. والليله برضه حننزل شغل ثاني، وفي كميه من الفنانين شاركوا معنا ونزل لنا حاجاتهم، احنا حنحاول الايام الجايه ننزل. تواصل ما بينكم وبين المبدعين؟ ايوه. بيتم كيف؟ علاقات شخصيه ولا بتصلون لحد محلهم رساله واتساب كيف؟ ايوه، هي تقريبا احنا يعني شغالين بالفيسبوك والحاجات دي اكثر، لان هي بتقرب لنا انه نقدر نوصل لكل الناس دي بمختلف اعمالهم وانشغالاتهم. فنحن بنرسل لهم، وما شاء الله يعني بجد لقينا تجاوب حلو شديد. طيب الليله ثاني يوم شغل، فضل لكم بحسب ما مكتوب 364 يوم. 364. الفكره شنو اللي قدام؟ الفكره اللي قدام احنا عندنا يعني زي سكادجول كده عاملينه، انه نحن اوريدي يوم 15 حنعمل زي ايفنت، حنلم فيه يوم 15/1. طيب. حنعمل ايفنت حنلم فيه الارتست كلهم، هو زاده حيكون يعني زي مهرجان بتاع فنون كله كامل في حته واحده. والفكره الثانيه اللي قدام حيكون في شغل بتاع انه نحن ذاته نعرف الناس بالفنون دي كيف، سواء كان بايفنت، سواء كان في برامج او حاجات جوا الويب سايت. ويوم 365 اللي هو اخر يوم في السنه، حنعمل بيج جاليري لكل الحاجات اللي احنا عملنا لها كولكت. الله يديكم طول عمر اليوم ده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك تسنيم النور، صاحبه موقع وفكره سودان 365. ودائما مبادرات حواء سودان وعز السودان مليئه بالافكار الجديده والجميله. شكرا. شكرا لك. شكرا لكم للاستضافه. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لختام هذه الحلقه من صباحات سودانية. عديد من الفقرات تكاملت معكم عبر فريق الإعداد الذي دائما ما يكون مهتم جدا بالأشياء التي تحبونها وتريدونها عبر صباحات سودانية. التقينا بالخير، بالحب، بالسلام، وكذلك نختم في أمان الله.